برج المكتوب واسمع كلامي، كف السؤال وادمح اليوم ما صار. مرسولك اللي جاب لي للسلام مع فيه عن رد القصايد والأخبار، اللي جرع ظلم الزمن ما ينام. الحمد لله اني لقيتكم يا عمتي. وين ابوك عنك؟ ابوي خلانا نحاشوا رد مع رجال الديره اللي كانوا يلاحقونا. وانتوا وش اللي خلاكم تنحاشوا؟ جفال. جفال هو البايق ورا كل المصايب اللي صارت بالديره. جفال؟ هي جفال يا عمي. ظل يحرض ابوي عليك. حين صار اللي صار وبان على حقيقته. الخاشي اللي وثقت بي انا. جمع كل رجال الديرة والأغراب وقطاع الطرق. حين أبوي اعترض ظلوا وهان وأمروا يزوجني أبوه. أبوه؟ ما أنا خابر له أبوه. عنز. عنز هو أبوي يا شيخ نهار. عنز؟ يا حيف يا ناكر الجميل يا عنز. اللي جيت بيتي وشغلتك راعي الحلالي. يا فت اقلطجة. امشي شوية. فت تفضل فت. اقلط جاي اقلط يا هويني يا عقاب. فت يا هلا يا هلا. اقعد حياك الله. ما خاب ظني. ما انت من هالديره؟ ايه ما خاب ظنك. ما انا من هالديره. انا غريبه ديار يا شيخ. العادات والتقاليد ما يصير اني انشدك. لا يا شيخ انشد انشد اللي ودك اياه. انا قاصدك يا شيخ قاصدك دخيل عليك يا شيخ. وصلت لكن ما علمت. وش اسمك؟ اسمي
اسمه عنز. عنز يا شيخ. اي عنز. وانا قاصدك يا شيخ اريد اشتغل عندك لو رواعي بزادي وشربي مريض نيران. يا حليلك يا عز، وصلت. انا خلك تشتغل هان بلا عرب مع كروتك، ها، وزادك وطعامك كل شيء، ها، واعطيك نيرة. نيرة نيرة عليك هوا يا ولد. قهوي الرجل، قهوي. بعد القهوة تسوي له زاد بعد. النذل الجبان وبوتش يا ما نصحته ما كان يسمع كلام، وانت بعد يا سارة كنت دوم تشدي على يده. وانا وش دراني مثلي مثلكم. عمتي ابوي ينضحك عليه مثله مثل غيره، وكان جاي يطلب منك سموحة لانه عرف غلطه وندمان. ارتاح ارتاح، فوت يا ابو ليلى. لا لا لا، يدك انت وهو. انا لي حق عندك يا شيخ، ان كنت ما تريد نسبنا انا وابوي قول مريض وينتهي كل شيء، لكن شلون تطلع بالفلا والقحط انت وبنيتك؟ ان ما خفت على روحك خاف على بنيتك يا رجل. انت اللي كنت مصر يا جفار، ولو شفت وجهك شلون تامرني؟ انا امرك، انا نوبات اطلع عن طوري ما ادري ويش اهرج. ودك تسامحني لكن انت تظل شيخ هذه الديرة. شيخ وانا محكم على شيء؟ انت اللي خذيت مالي وحلالي وبيتي وما خليت لي شيء، شلون شيخ؟ حنا نريدك تظل شيخ على هذه الدير لكن تحت شور. نقول لك انغزي انغزي، نقول لك انهد انهد، نقول لك نظل نظل، وانت ما عليك الا تقول اي. دوروا على واحد هبل مثلي ينفذ اوامركم، انا ما عاد القبائل، فهمت؟ رجعت رجعت يا ولد ملوح. رجعنا رجعنا. كل اللي سويته ما منه فايدة، ما هو عيب عليك يا ولد ملوح تنحاش عن ديرتك وهلك وربحك؟ لا أنا ما قبلت منك يا ابوي. الله يهدى، الرجل جاي يطلب السموحة منك، ماله كلمة على بنيته وهي اللي شارت عليه يطلع من الديرة. حنا نريده مثل ما عرفناه. انتوا وش اللي تريدون؟ ما كفاكم اللي صار مني؟ حنا ما نريد شيء طال عمرك، حنا نريدك تكون معنا. ما ظنيت اني اكون معكم بعد ما عرفت نواياكم. ودك تقبل وغصب عنك. لا لا يا جفال، لا يا ولدي. حنا ما نريد نغصب على شيء، حنا نريد يكون معنا ويمشي عشورنا، ولك يا كايد تكون مبسوط ومرتاح. ما ظنيت اللي يمشي على شوركم يكون مبسوط. لا هيك كايد تجبرنا على القسوة معك. أنا ما عاد يهمني شيء بعد اللي صار. أنا أقول يا كايد نتفاهم ويجوز أرد لك عقلك. الحقني ألحقوا ألحقوا. هاي أخوي، وش اللي ناوي عليه بعد ما عرفنا الحقيقة؟
وش طالع باليد يا خيه؟ وانت شايف الحال يا شيخ نهار. انت الشيخ يطلع بيدك كل شيء، بس انت تامر يا ابو ليلى. يهداك الله، اتوجاك لا تضغطني اكثر، يكفيني الا نبيه. السكوت ما يفيد يا اخوي. علميني يا الشيخ، وش تشوري علي يا شيخ نهار؟ وش رايك نستعين بالشيخ سرحان؟ اقطع ايدك يا ولد، انت تدري مين انا؟ انا الشيخ كايد ولد ملوح. والله ونعم بالشيخ كايد. سالم انت هن؟ ايه بضيافتك. ضيافتنا؟ مين قال لك؟ قفال، انا ما ادري عنك شيء، اللي سمعته انك محبوس بديرة ثانية. لفقتوا لي تهمة لازم تخلصوا مني. صدقني انا مالي ذنب بيها، هذه كلها فعايل جفال. انت اللي قويت عينه. صحيح انا غلطت، لكن ما ادري مين اللي عمى عيوني عن حقيقته السوداء. نصحناك، كلنا نصحناك، وولنا الشيخ نهار، لكن انت حطيت ايدك بيد الغريب ضد نسيبك. انا ندمان يا سالم، وما ادري شلون اكفر عن ندمي. انت ناني يا كايد، وما تحب غير نفسك. انولدت وكان مراحك مليان شلايا غنم، وكل همك بالدنيا تزيد حلالك ومالك وتحافظ عليه. صحيح يا سالم، شوف وين كنت وين صرت، والناس اللي قويتهم انقلبوا علي. وش بدك تسوي علي؟ انا محبوس مثلك يا سالم، وبنت الوحيدة اللي بالي غيرها تركتها بالبر لحالها، وما ادري وش مصيرها. طيب ليه سويت هيك؟ مهو لو ما سويت هيك ودهم ياخذوها غصبة عني ويتزوجها عنز الهبيلة. حنا الهبل، عنز طلع ابو جفال، واثنين مخططين لكل شيء، وانا ماشي معهم مثل العمى، وجردوني من مالي وحلالي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ترى يا كايد، الدنيا قلابة، يوم لك ويوم عليك، واللي تزرعه بيدك ودك تحصده. والله سبحانه وتعالى يمهل وما يهمل. عمتنا خايفة العمول، خايفة يذبحوه. وكل الله، وكل الله يا بنيتي، بإذن الله ما يصير إلا الخير. الله يسامح أخوي على اللي سواه. سامحيني يا ليلى، سامحيني على كل اللي سويته معاك مع الهنوف. الهنوف من طيبة قلبها ما هان عليها تشوفني ضحية جفال، ساعدتني وعماتها وخلونا نحاش من الديرة. هدي روحك يا بنت أخي. يا عمتي لا تقولي لهدا، شلون أهدى وأبوي تحت رحمة الأشرار؟ أبوك لا تخافين عليه، يدبر روحه. على المهم الحين نشوف رأي الشيخ سرحان. كايد أنت نايم؟ منين يجينا النوم؟ وأنا كل ما أفكر ببنت الوحيدة اللي تركتها بالخلا لحالها يطير النوم من عيوني. وش أنت أقول أنا بقى؟ بنتي مدري عنها، وخوات الثنتين مدري وش صار بيه. خواتك ما تخاف عليهم، يخوفن قبيلة، تطمن هن بخير. وبنتي؟ بنتك طول مهي معهن وهي بخير. بس ويش؟ مدري وش أقول لك. جفال وده ياخذها غصبة عنها، وانا اقول له هذه مخطوبه الولد اختي فارس. يا رجل انت هيك قلقتني. ما عليك يا سالم، طول ما هي اكميل وغزي الموجودات معها وهي بخير. صحيح
أنا ما قلت لك مين اللي هرب بنتي من جفال وعنس. مين؟ خواتك. ما أنكر أنا أني أنا ما كنت أطيق. خواتي أصيلات وما يعرفنا الحقد. بعد ما ساعدني أنا أشهد. توخرتي، الحراد جاعوا. ساعدتش، امشي من هنا، امشي. قوت يا حرمة، قالوا لي اني اجيك هان واقول لك وش اللي عندي وتريحيني. انا من سنين طويلة كان لي ابويت صغير على قد حالي، وعندي حرمة احبها وتحبني وعايشين بسعادة، وحامل بولدي اللي كنت انتظره، وبيوم رفضت عيال السو ومشيت معاهم، خلوني امشي بالضلالة، وبعدها خذوا حقي وانتقمت منهم. اي وما سامحوني، وبدال ما يسامحوني يلحقوني لبيتي ويقعدون الحق، حرقوا بيتي، حرقوا حرمتي قدام عيوني، حرمتي وولدي اللي ببطنها ماتوا قدام عيوني بالنار. النار كانتهم، ومن يومها والنار جوا صدري تشتعل وما تنطفي. حطيت براسي إنه ما يطفيها غير الدم والقتل. ذبحت ونهبت وسرقت. لما تعبت روحي تعبت، قالوا لي عندك الحل، وجيتك اقول لك وش بلاي. سمعتيني؟ لين ما تلتفتي علي حرمة لديني. لنت شوف ايش سويت بينا يا هزاع. انت عيشة؟ عيشت وحوش البرار ان كنت تسميها عيشة. شوف ايش سوى بينا طمعك. لعنت قلبي وربي عليك، لعنت روحي وربي عليك. انقلع من هان، انقلع قبل ما اخلي ذياب البراري تنعش لحمك. انصرف من هان، انصرف. اقول يا عزوم. قول. لو ايش ما تبعدوا شوي عن البيت. لو ايش؟ حريمنا ما هم مرتاحين. احنا قريبين لاجل حراستكم. ابعد. ابشر نبعد. يلا يا رجال.
صوت، اريدك بسالفه بشكي زين. القلوب عند بعض، باكر اخلي امي تطلقك من اخوي وانا اتزوجك زين. يما رجل قتلت اخوي العاكها. عزام شفتوا موت اخوي؟ لا ما شفناه. انقذوني. يا شيخ سرحان، يا شيخ سرحان، يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا ابو ليلى. المهلم هاي يولي فارس. انت حي ولدي؟ مثل ما انت شايف ربك سبحانه وتعالى نجانا من الموت انا وخويي. الحمد لله الحمد لله على السلامة يا ولدي. الله يسلمك تاج الراس. ورد الحمد لله على السلامة يا ولدي. الله يسلمك. الحمد لله. تفضل 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 يا ضيف. خذ اثنين وروح لمراح وانا عزامي يجي معي يمشي. يلا طال عمرك ما خفيت عنك شيء، هذا كل اللي صار. لا حول ولا قوة الا بالله. العاد انكشف البايك غياث كان يثق بيه. اقول ابو ليلى يعونك ودرجتك عن غياث وش علوم غياث. من ذاك اليوم ما جتنا عنه علوم، وهذا احنا ننتظر عسى الله تجينا عنه العلوم الزين. يا شيخ ودي اياك طال عمرك ترخص لي ازهم مع العم وقاس اشوف ابوي. لا يا فارس، عمك وقاس يظل هان وانت ازهم بالحال تجيب ابوك وتبني بيته جنب بيتي. ويا حيا الله. حيا الله نباك يا شيخ، علي انك راعي الاول. مكثور الخير من رخصتكم. الله معك. رجوة ذبح أخوه، ذبح أخوه يا نواف. وجهين وراي يذبحوني. اهدي يا رجوة، مين اللي ذبح أخوه؟ صادق ذبح أخوه فراج، جايين يذبحوني. وليه ذبحه؟ وانت ليش أردة؟ صادق كان وده يتعدى علي وفراج شافه مسك الشبرية وذبحه، وانا ما قدرت اتحمل المنظر ما قدرت. خليك هان واروح اعلم الشيخ سرحان. لا نواف لا تتركني لحالي. الزوم اعلم الشيخ سرحان لاجي احميك منهم. زين بس لا تطول علي. يا رب يا رب. أقول يا حرمة أنا هاي لحمايتك، لا تورطيني مع الشيخ سرحان. وين رايح؟ بدي أخذ ربعي وأمشي. انقلع. Thank you.
ولدي فارس. اشوف قريب صدق عيوني يبا فارس. عندك بالعالمين يا سارة جواهر اللي اسمين فارس عود زغرتني الحريم فارس عود يما فارس يا وليدي. شلونك يما؟ صاحي شلونك يما؟ شلونك حصلت بخير؟ يما 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 صادق؟ وين جماعتك؟ انقلعوا انقلعوا انقلعوا؟ زين الحقني يلا ذبحت ولدي وجيت تدوري عشيرك؟ ما هو انا صادق قولها منو اللي ذبح فراج قولها. لا صدقيها يما لا صدقيها شو ثابت بدي اذبحك واخلص منك. لا فيني انا ذبحتيني صادق الخوف مو على النمرود من حاله وعلينا بعد اي ولهالسبب النمرود يمد يده لاجل تتعاونوا على القناص. ايش يريد مني؟ اريدك تشاغل القناص من جال والنمرود يجيه من الجال الثاني ويقضي عليه. اي وبعدين؟ بعدين مدري وش اللي براس النمرود. انت يا نباش ليه اقنعت رجالك تتبعوا للنمرود؟ لجل ان حصل على الغنائم الكثيرة. اي زين خذيتوا اللي تريدونه منه؟ اسمعني زين يا جفال النمرود قوي بالحيل بسيطه يقرقع الصحراء والجبال والوديان وكل العربان اتهابوا وحنا نهد بسيفه. اللي خلى النمرود قوي يخلك انت بعد اقوى منه. يا هلا يا هلا بالشيخ نهار والساعة المباركة اللي جيتنا بيها. يا هلا حيا حيا ودوم يا شيخ سرحا سراج قلت الحريم أبوي تفضلا. يا هلا تفضل يا شيخ بارك الله فيك. تفضلوا يا هلا والله والله ما أدري وش أقول لك يا شيخ. ما تقول شي طال عمرك قول الحمد لله وضايل بس مش يطمن على غياث. تدري يا شيخ ليل نهار وأنا أفكر بهالرجل ما أعرف عنده شي. هو عايش هو ميت لعلم الله. والله يا أبو فارس قلبي يقول لي إنه عايش لكنه منيع عند النمرود. النمرود هذا شوكي بحلوقنا بعجلنا بالغارة ياريتنا علمناكم لكن غياث يا هداه الله ما يريد يحرجكم. أفا يا شيخ يحرجنا شلون؟ يحرجنا حين ينشدنا يتخلص من النمرود وشره؟ وصحيح كان بيه خطة وكان ماشي عليها لولا البوق. ولا همك يا شيخ لا تشيل هم كل شيء يتصلح إن شاء الله. يبا وش صار بعد رحيلنا من الغارة؟ وليه تسلم الشيخ لخالي؟ ليه؟ يا فارس يا هداك الله
العين عليها قشة. ما ودي حجع خالك، لكن خالك طول عمره يريد الشيخة، وهذه هي النتيجة. والله يا ولدي يا فارس، كل اللي صار مدبر من زمان لجل نصل للي حنا بيه. يعني كايد ورا كل اللي صار؟ كايد أعماه الطمع، وكان يدري بالسوسة اللي اسمه جفال واللي ورا جفال، لحين ما وصل للي بيه. يستاهل، يا حفر حفرة السو يا واقع بيها. الهم الحين يا جماعة الخير، احنا لازم نكون جاهزين ومستعدين. ترى يا خال الحال ما يطمن ابد. لو قدرنا نوصل الكايد نجيبه. يوه، بعد كل اللي سواه بعدك قلقان عليه؟ يستاهل يا ابو ليله. يا فارس، يظل خالك لو كنت مكانك ما سامحه، ما سامحه ابد. انا من راي شيخنا هذا الربع، حنا نلاقي الرجال وننقذه وبعدين عاتبوه مثل ما ودكم. واذا طلع هو البايق؟ الخطه ما كان يعرفها غير انا وغياث. اكيد جفال ورا كل هالسالفه، لكن وين وده يروح؟ وين وده يسلم من يدي؟ والله والله البيت اللي بناه الله. اذبحه. انتبه وانحرم من جيتك وخوفك عليه. يا ريت تقع 100 وقعة وكل مرة تجي وتشيمه. ليدا شر عليك، حنا ودنا ياش دوم سالمة وغانا. خير؟ صلت شيء؟ طول ما انت جنبي ما يصيبني شيء. سامحونا من القصور يا شيخنا. حيشاك من القصور يا شيخ، حيشاك والله. من يوم ما عرفناك انك غالبنا بالطيب والكرم والملقح. العفو منك يا شيخ نهار، هذا واجبنا، وانتم واجبكم كبير، وانتم بعد ما قصرتم ابد. حنا اهل وعرب وحده، لولا هالسوالف اللي تغث البال كان الحين حنا براحه وامان. تدروا يا جماعه الخير، يوم اتذكر شلون حنا هذا اللي اسمه جفال كنا معتمدين عليه واثقين بيه، عقلي ودي شت من راسي. شلون؟ شلون حنا وثقنا بيه هيك؟ شلون؟ حتى سمران رحمة الله عليه وثق بيه بعد. يا حيف، يا حيف يا جفال، سويت وجه ربيناه بالمراح وهو عيل صغير، لكن مثل ما يقولوا ناكر جميل. يا حيف، يا حيف على الرجال. يا طويل العمر، الخاسي يظل طول عمره خاسي، واللي به عرق نجاسة يظل طول العمر نجس وخبيث. والله يا شيخ سرحان ماني عارف وش أقول. كل شيء صار هيج بساعة. الله يرحمك يا سمران، لو كان عايش ما تصير هالسواليف هذه كلها. رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. الله يرحمه. كان صيته بين كل العربان، كان رجل قليلين امثاله. ونشهد. الله يرحمه. لا تخافي. وش هذا؟ هذا حرق.
هو اللي خلاني انتقم من كل الناس ومرحمة ايات احد. من ايش؟ وايش سببه؟ يا فتنة، ما في بني آدم ما إله ماضي، والماضي اللي إلي جوا صدري جرح ينزف وأليم. كنت دوم وانت نايم تهوجس باسمها وتقول صلفة صلفة سامحيني يا صلفة. انتي اتنصتي علي؟ لا لا يا النمرود، أنا كنت أصحيك لحد ما أحد غيري يسمعك. كنت أعتبرك مثل أبوي. أنا من أبوك؟ أنا اللي ربيتك. إيه صحيح، ربيتني، ربيتني على الذبح والدم. يا فتنة، الحياة فيها حاجتين، يا غالب يا مغلوب، وأنا أريدش دوم غالبة. ربيتك وسويتك فارسة وكبرتي وصرتي مزيونة، والبني آدم يزرع شجرة ينتظر ثمرها. أنا عمري ما كنت بنتك ولا عمري حسيت إنك أبوي. إيه زين، هذا اللي أريده أنا يا فتنة، أريدك حليلتي لي. لا يا النمرود، لا، هذه ما رح تنولها مني. انت واحد طماع، ما عندك ذمة ولا حتى ضمير. اي زين، انا واضح ومبين، لكن غيري ما تعرف وجهه من قفاه. زنافر يا الذكي، تقدر تقولي وش هي السالفة؟ لطيالتك هذا هي ساعات غامض وساعات تقلب عضياء. شايفين البنية هذه؟ هذه أكثر وحدة مخلصة له. شايفين شلون عاملها؟ أنا رأيي إنه يتعمد يعمل فيه لأجل نطني هاد منه. النمرود خلص صار عجوز مقحقح. قول لي فعال، أنا لو أريد أتحدى قدام الربع وهينه، لكن بعدين قلت بعدين يا رجل، بعدين يا زنيفر بعدين. ردا المتى ودك تظل في نص أذانك صارت مثل أذان العنز يا رجل؟ متى ودك تبطل هالعادة؟ بعدين يا نباش، بعدين بعدين. بعدين. علامك أنا مثل اللي واقف على جمر أنتظر ساعة الخلاص. ساعة الخلاص صارت قريبة. متى يا نباش متى؟ أنا أحمال صبري صارت قصيرة، أنتظر اللحظة اللي مغلق فيها خشوع القاع وتشفى فيه مثل ما أقطع يدي أقطع رقبتك. عين خير عجل خير يا رداد، بحط ايدك امي باردة. الحمد لله اللي نجاك من هذا العجوز. بالحمد لله على سلامتك، انك بخير، انت المعين لي بهالدنيا بعد الله. الله يقدرني اسعدك وهنيك، بس السؤال اللي محيرني، من هي الغريبة اللي تلاحقك من مجال لمجال؟ أحس أنها تخاف عليك. أنت بعد بتصدق كلام الناس إن أنا مخوية الغولة؟ هذه لا غولة ولا شيء، هذه حرمة مسكينة تعيش محالة. معقول يا رجوة تكون أمك؟ وش طر على بالك هالسؤال؟
ما أدري ملاحقة الغريبة لك هي اللي خلتني أسأل. أنا ربيت عند الجدة وطفة، هي اللي ربتني وسرت علي لين الله خذ وداعته. الله يرحمها. الله يرحمها. أذكر أنها كانت حرمة طيبة، لولا طب المرض فيها وأنت راعيتيها. هذا رد جميل، هي اللي ربتني. الله يرحمها.